خلال الشهرين الماضيين نفذت الطائرات الأمريكية المقاتلة قرابة 200 ضربة جوية في العراق، إلا أن غاراتها على مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية قرب بغداد يوم أمس تعني بدء مرحلة جديدة في حملتها العسكرية. الضربات لسلاح الجو الأمريكي تكون بالتنسيق من خلال الخلية الجوية المشتركة في قيادة عمليات بغداد ولأهداف منتخبة. طبعا بدأنا منذ أمس، وهذه العملية هي استمرار وبداية للعمليات الأخرى والأهداف التي سوف يتم تأشيرها من قبل هذه الخلية المشتركة، حتى يتم بالتالي تصفية لأي وجود للدواعش في المناطق القريبة من مناطق حزام بغداد. فحتى الآن كانت الغارات الجوية الأمريكية تقتصر على شمال العراق فقط، حيث تقوم قوات البيشمركة الكردية بمواجهة تنظيم داعش. وتهدف الغارات الأمريكية رسمياً إلى حماية المواطنين الأمريكيين ومساعدة اللاجئين العراقيين. ففي الأسابيع الأخيرة قدم سلاح الجو الأمريكي الدعم لقوات البيشمركة لاسترجاع قرى استولى عليها تنظيم الدولة الإسلامية. احنا كنا بالتنسيق مع طهران، اول مره خبرناهم على اساس يصير عندنا عمليه بهالمنطقه، اعطينا طيران قول امريكيه، اعطينا الاحداثيات، هم ساعدونا فعلا. كان المساعده اول بالاسناد مالتهم كان احنا كنا راضين جدا. والان تؤكد الولايات المتحده انها ستستهدف مواقع تنظيم الدوله الاسلاميه في كل مكان في العراق، بل وحتى في سوريا ان اقتضى الامر.